إذن عن دعوة مجلس التعاون الخليجي عقد مشاورات بين الأطراف اليمنية لوضع حد للصراع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي. أستاذ مبارك، مرحبا بكم. هناك من يتحدث أن دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه الدعوة أنها اعترفت بالميليشيات الحوثية في موضوع تقاسم السلطة مع الحكومة الشرعية اليمنية، ما هو رأيكم أستاذ مبارك؟ أستاذ مبارك، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، أتمنى صوتي واضح. سمعت السؤال؟ صوتي مسموع؟ نعم سمعت السؤال. تفضل. صوتي واصل لك؟ نعم واصل. نعم تفضل. نعم، كلنا نعلم أن دول مجلس التعاون الخليجي معنية بالأزمة السياسية، بالأزمة اليمنية وبحلها عسكريا وسياسيا. طيب. ومن ضمن جهود دول مجلس التعاون الخليجي هو حل الأزمة اليمنية السياسية من خلال تقديم المبادرات والمبادرات، بدا من مبادرة جنيف ومن ثم مؤتمر الكويت ثم استوكهولم ثم مبادرة السعودية للسلام إضافة إلى اتفاق الرياض تاريخ. كل هذه المبادرات قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها أيضا كانت الدعوة موجهة منذ البداية للتمرد الحوثي، لأن دول مجلس التعاون الخليجي تعلم أن المكون الحوثي أن التمرد الحوثي هو مكون يمني، شئنا ما بينا، يعني لا التاريخ ولا الجغرافيا هذه يتناقض مع ذلك. لذلك الحوثي مدعو ضمن الأحزاب اليمنية متى ما آمن بالدولة الوطنية اليمنية و نفض يده عن النظام الإيراني، وأعتقد أن هذه كل الأحزاب اليمنية تطلبها من الحوثي. وفي اعتقادي أن هذه أن المشاورات اليمنية التي سربت رويتر خبر المسؤولين الخليجيين بأن أمانة مجلس التعاون الخليجي ستستضيفها، في اعتقادي أنها تمثل فرصة تاريخية لكل الأطراف اليمنية. ولكن أستاذ مبارك، في هذه النقطة تحديدا، ولكن يعني دول مجلس التعاون الخليجي لا تعترف بالحكومة الحوثية في صنعاء، هذه الدعوة هل هو اعتراف من قبل مجلس التعاون الخليجي بالحكومة الحوثية في العاصمة صنعاء؟ يعني المسألة أكبر من أن تعترف من عدمها. المسألة أننا لا نعترف بما يتخالف مع الدولة الوطنية، مع الدولة الشرعية اليمنية. التحالف العربي لم يرسل خيرة أبنائه للقتال هناك ويستشهد هناك إلا دفاعا عن الشرعية ودعما للحكومة التي رأسها الرئيس عبد الرب منصور هادي، وما سوى ذلك فهو باطل. لكن هذا لا يعني أن نتجاوز التمرد الحوثي، بل لا يجب أن يكون متواجدا ضمن الفسيفساء اليمنية لكي يكون أيضا أي اتفاق يتم التوصل إليه أو أي رؤية يتم التوصل إليه يكون الحوثي شريكا في تنفيذ هذه الرؤية. رغم أن الشكوك تحوم حول مصداقية وجدية التمرد الحوثي، لكنني أنا كمراقب سياسي متفائل بأن الظرف السياسي الدولي يجعل كما شار تقريركم قبل قليل يعضد فرص نجاح طيب. هذه المشاورات أسوة بنجاح المملكة العربية السعودية في إنهاء الحرب اللبنانية في الثمانينات. في اعتقادي أن هذا السيناريو جدير بأن يعاد تطبيقه أيضا على الحالة اليمنية، خصوصا أن معطيات نجاح هذه المشاورات تتزايد مع انشغال أو على الأقل الضغوط الذي يواجهها النظام الإيراني. هل هناك أثر للاتفاق النووي الإيراني على قرار مجلس التعاون بضرورة إيجاد حل مع ميليشيا الحوثي أستاذ مبارك؟ سعى التحالف العربي لعزل الملف اليمني عن أي استقطابات إقليمية أو دولية، وسعى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التحالف العربي على إبعاد الملف اليمني عن طاولة المفاوضات في فيينا، وسعت أيضا لإبعاد الملف اليمني عن أي ضغوط أمريكية أو عملية ابتزاز من قوى دولية. وفي رأيي أن التحالف العربي لا يزال يمسك بزمام المبادرة، وهذا هذه المشاورات التي ربما تنطلق في شهر رمضان في الرياض ما هي إلا جزء من الحل الذي يقدمه دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يؤمن بأن النسيج الاجتماعي اليمني هو امتداد للنسيج الاجتماعي الخليجي، وأن اليمن متى ما عادت الدولة الوطنية وعاد الاستقرار في اعتقادي أنها مؤهلة لأن تنضم للمنظومة الخليجية، ومعطيات النجاح ذلك تتزايد. ومتفائلون حقيقة بأن جميع الفصائل اليمنية ستكون على مستوى المسؤولية وأن تقول رأيها بكل تجرد لحماية مصالح اليمن ومستقبل اليمن. هل ترى إمكانية خروج المؤتمرات بقرارات ربما يمكن البناء عليها من أجل وضع حد للحرب في اليمن
وأيضا هي يعني ربما لن تكون ككل المؤتمرات التي عقدت من قبل وانفضت من غير حل حقيقي. أستاذ مبارك، ما الذي يختلف هذه المرة؟ الذي يختلف أن هناك حالة وئام خليجي جديدة. طيب، معطيات القمة الخليجية التي رأسها خادم الحرمين الشريفين أكدت في بيانها الختامي على وجوب عودة اليمن ودعمه لعودة المنظومة الخليجية. هناك مشاريع بناء، مشاريع لإعمار اليمن، مشاريع لدعم اليمن. هناك مليارات رصدت لصالح المواطن والشعب اليمني في والمعضلة فقط هو إيقاف الحرب مع التأكيد على أن يتم نزع السلاح الثقيل وأن يقطع كل الأحزاب أي التعاون مع أي أنظمة مارقة خارج الحدود، وتحديدا النظام الإيراني الذي سعى لتحويل التمرد الحوثي إلى مجرد أداة أو مشجب في يده. متى ما آمن الحوثي بالدولة اليمنية وبالشعب اليمني ومصالح الشعب اليمني وغلب المصلحة اليمنية على المصلحة الإيرانية، فاعتقادي أن الحل بالإمكان الوصول إليه بأسهل الطرق. أستاذ مبارك، إذا كانت هناك مخرجات منتظرة من هذا المؤتمر، يعني الجميع يتساءل ما هي الضمانات التي ستلزم أطراف الحوار، أعني هنا الميليشيات الحوثية بشكل خاص؟ نقطة مهمة جدا، والمجتمع الدولي الذي دعم التحالف العربي من خلال تمرير قرار مجلس الأمن الدولي 26/24، أعتقد حتى من خلال الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي قبل الساعة تقريبا، في اعتقادي أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج مشاورات الرياض، خصوصا أنه يؤكد دائما على الحل السياسي وعلى الحل السلمي. في اعتقادي اليوم أن فرصة كبيرة جدا للوصول إلى خارطة الطريق وحل سياسي، ونراهن على أن المجتمع الدولي سيدعم التحالف العربي، ونراهن أيضا على قوة ونفوذ التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية في إقناع بقية العواصم في دعم ما سيتم التوصل إليه. من الرياض، الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك العاتي، شكرا جزيلا لكم.